لله اليوم وفقنا جميعا في مجموعة الاتصالات السعودية بعملنا التكامل مع جميع زملائنا بالتسويق وباقي القطاعات لإطلاق ناجح يعتبر أضخم إطلاق لمنتجات أبل في السعودية في أكثر من 140 موقع. الحمد لله كان إطلاق جدا ناجح الأخوان والزملاء في جميع قطاعات الشركة، يعني قاعد تثبت كل سنة عن سنة أفضل وأفضل في خدمة العميل، خاصة في إطلاق الآيفون 11 إقبال كان جدا كبير ومميز. هذا كله توفيق الله، يعني تزامنها مع اليوم الوطني بالإضافة إلى العروض المقدمة لكافة عملائنا الحمد لله، ومساهمة STC في الموسم الوطني كشريك رئيس.